يمكنهم هزيمتنا إذا نجحوا باختراق معنوياتنا. إنني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح. من كافأ الناس بالمكر كافأوه بالغدر. نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويك. التردد أكبر عقبة في طريق النجاح. لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. حينما يقاتل المرء لكي يغتصب وينهب، قد يتوقف عن القتال إذا امتلأت جعبته أو أنهكت قواه، ولكنه حين يحارب من أجل وطنه يمضي في حربه إلى النهاية. كن عزيزا وإياك أن تنحني. مهما كان الأمر ضروريا، فربما لا تأتيك الفرصة لكي ترفع رأسك مرة أخرى. من كان عبدا لله يستحيل أن يرضى بأن يكون عبدا لحكومة ظالمة أو لدنيا أو مال أو لهوى. نحن لا نخاف، نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون. إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحرياتنا.